إن آخر دخلت العيادة المجاهد بشري محمد بشار حيز الخدمة باعتراض طبي جد متطور وطاقم طبي مختص في شتى المجالات، حيث لاقت هذه المبادرة استحسان سكان المدينة الذين عانوا الكثير من جراء التنقل. المزيد مع مهدي بوشتة. هذه الارجونس اللي كان في تحت القديمه هذه كان شويه كما نقولوا يشكل خطر شويه على المريض وعلى المستشفى، يعني كان في حلقه يعني لا يرثى لها. ودوك الحمد لله كيحلوا لنا هذا المستشفى هذا، يعني نشكر السلطات. يفيد البلاد، وثانيا المسافات هذه اللي كانت مسافه من بشار لبشار هنا تاغيت بشار عاميه، هنا نختصروها تولي هو انه شي شرف البلاد.